خطر عبالنا هيك نعمل حسبة. خطر عبالك أنت. أنا خطر ما خطر عبالي. يا سيدي عم بسمع كتير بهالشباب اللي عم شوفه ايه؟ إنه لو الجواز مثل أيام زمان كان كلياتنا تجوزنا. لا 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 صفنت لا لا أنا فكرت لا لا. أنا فكرت إنه نحن الجيل لا يا عزيزي لا أنت غلطان. طلع على التكاليف، إنه تكاليف شو تكاليف كانت الزواج أيام زمان؟ ولا شيء، لا كان في بهورة ولا كان في مظهرة ولا كان في خود ولا كان في هاد. الموضوع كان خود هالبيت وخود هالبنت، اعملوا هالزفة، اشهروا هالزواج وتزوجوا. لا 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 لا. أما هلأ بدك تحجز صالة، بدك تشوف تبع الورد، بدك تشوف تبع الإضاءة، بدك تشوف تبع البركشن، بدك تشوف الدي جي، بدك تشوف فستان العروس. هلأ تطورنا، تطورنا بالأعراس هيك عم بيقول. هلأ إنه فأجينا نحسبها مع بعض. الحياة كلها تطورت، بس ايام زمان شو بكي كان يندبح خواريف بسبع ليالي ما يخلص سبع العرس. ليالي كان ايه كان العريس يعزم على سبعة ايام اسبوع يدوم العرس يعني. ايه بس تعال اقول لك شغله، وكان كان يهدي ذهب بالكيلو، يهدي ذهب هلا بالكاد يعني، هلا بيجيب له يعني للشبكه اسواره اسواره وخاتمه بالجرام، هلا بيجيب له بالجرام هلا ايه مثل ما قال رامي. ايام زمان شو ايه بس تعال اقول لك بعدين ايام زمان يا عزيزتي كانت البنت تتزوج بعمر صغير. شو دخل يعني؟ يعني شو يعني دخل عم خبرك هلا اختلفت كبير. اختلفت شو دخل الاعمار هلا بهذا لا الموضوع؟ لا يعني بس تخطى ال 20 سنه يعني خلص عنست يعني تعتبر لك شو دخل هذا يعني انت كيف دخلت هذا بهذا يعني هلا عم خبرك دخل الامور انا عم خبرك عن ايام زمان انا عم خبرك عن ايام زمان لازم تلطش لطشه ما بتقدر يعني لا على كل الزعل مش لطشه ايمني من موضوع العمر بس عم خبرك انا عم خبرك عن العادات والتقاليد ايام زمان كيف كانت الصبيه ايام زمان ما كان في عندها شيء تعمله غير انه بتتربى بتتزوج تبني عيلة بتكون ست منزل وعلى راسي وعلى عيني وكل تحيات لأمهاتنا هلأ عندها طموح بدها تحققه لحظة شو هذه بدها تاخدها ما في رسالة من وراها هالشغلة شو لما تكون بعمر صغير لما بتتطلب مين قال لك ما بتتطلب مين قال لك والله ما بتتطلب مين قال لك بالله جد ما بتتطلب لما بتكون صبية يا ماما. لما بتكون صبية بصحلها اللي ما صح لحدا وبعدين عدا ذلك هلأ أيام زمان أيام زمان ما كانوا يعطوا إلا للأقارب خدي ابن عمك بنت عمك دقيقة شوي اختلفنا هلا انت بلشت تناقض بحالك دقيقة بلشت تناقض بحالك ما انت عم تحكي عن الماضي انت عم بتقول ايام الماضي لما كانت صغيرة ما بتتطلب وانت عم بتقول انه العرس ايام زمان بيكلف اكثر شو كيف يعني وهلا عم بتقول المخلوقة يا دوب يجيب لها زوجها بهذا الوقت الراهن قطعتين ذهب وقبل كان يهدي ذهب شو دخل يعني انت فوتت الامور ببعضها لا ما فوت شيء ببعضه انا عم بقول لك العادات المتبعة كانت ايام زمان تغيرت عن اليوم اليوم يعني اليوم بالكاد يعملوا عرس يوم واحد ويعطيكم العافيه والله العرس هالايام بيوم واحد يمكن بتك اكثر من ايام زمان والله والله الي حسبها معي حسبه يا سيدي خلينا نقول العرس المتوسط صاله مهر مصروف قبل الخطبه يعني مصروف خلال فتره الخطبه هذا ما بفهمه بدله العرس الميك اب الشعر لحاله هذا بيطعمي 60 زلمه الميك اب والشعر واجار فستان العرس مصروف مين يعني مصروف العروس واللي بده يدفعه العريس يعني ايام زمان كانوا يحطوا ميك اب وشعر 750 دينار ولا 850 دينار شو قصدك بمصروف العروس يعني بتاخذ مصروف من الخطيبه ايه في 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 ناس هلا بس وقت مجرد ما كتبوا الكتاب ايه بيعطي مصروف لخطيبته بحكم انه بطلت خطيبته صارت زوجته قبل العرس يعني بيعطيها مصروف ما بعرف يعني ما بعرف اذا هل اذا في ناس موجوده لسه ولا لا هلا هو شرعا انه بس تصير زوجته موجودة. طبعا بالشرع موجوده انه اول ما تصير زوجته بشكل رسمي مطلوب منه انه يعطيها مصاري ولكن هل ولكن بعده موجود تطبيقا على ارض الواقع تطبيقا على ارض الواقع يمكن هو هل بعده موجود ام انه لما تصير العروس ببيت زوجها بتبلش تاخذ منه المصروف مش انه هي عند اهلها هي تختلف من عائله الى اخرى بعتقد هيك ما بعرف ولكن بشكل عام انا بحس بانه ايام زمان اوفر هلا منشوف والله اوفر والله هلا اغلى ليكي شوفي شو هلا تحديدا فينا ناخذ راي الناس لانه الاغلبيه من الاشخاص اللي بتابعونا كمان مخضرمين وتزوجوا من في الماضي زمان بالماضي وزوجوا اولادهم وزوجوا اولادهم بيقول لك كانت قديما كانت المهور كبيره جدا وكميات الذهب اللي بيقوم العريس باهدائه للعروس كميات كبيره يعني للناس الاغنياء
طب ما بعدنا بعدنا لانه في عندك عالم يعني غنيه وفي غنية عندك عالم مش كثير بتقدم وفي عندك عالم وضعها على قدها يعني عيني هلا في عندك ناس بيقدموا مختلف الامر يعني ما اختلف بس انه عم تعملي مقارنه بين قديما وبين حديثا يعني بموضوع تكاليف الزواج يا إيدي. كانت تكاليف قبل لما تعمل مقارنه بين شيئين بدك تاخذ المتوسط من الشيئين يعني بدك تاخذ المتوسط من ايام زمان والمتوسط من الوقت الحالي لانه طيب. الغني غني يعني ايام زمان ولا هلا الغني ليك شوفي هلا كان يشتري كراتين ذهب هلا عم يشتري طقمه الماس بس عم لاحظ شغله انا هلا في بعض الاعراس عم يعملوها على 3 ايام هذا المتوسط هلا هلا في صديق لي يعني على 3 ايام كان عامل عرسه قدم ولائم وغدوات عزايم غدا ايه طبعا عزم بس تعرف قال بيقولوا عزايم الغدا بتكلف اكثر من عرس بصاله طبعا وليه ايه يعني هذا قلت انت المعدل يعني قبل كان على اسبوع على 7 ايام هلا على 3 ايام يعني بعدهم في اشخاص بعدهم عم بيقدموا بس كمان ايام زمان كان يصير العرس بالبيت الخطبه بالبيت يعني الفستان خياطه ما كان انه هالتكاليف كمان للعروس كان يصير العرس بالحي كله يعني بالضبط كان يعزمه يعني ما كان فيه روعة كانوا يعزموا الشارع كله الحي كله الضيعة كلها يعزموه كان الأكل كمان لما يكون في عرس بقرية يعني القرية كلها تكون معزومة على راسي بس الأكل كان كله بركة يعني الخواريف من عندهم الرز مثلا تلاقيه سهلة اللحمة سهلة اللبن هنن بيعملوه كل شيء كانوا هنن يعملوه فطبعا أخف على الجيبة صح ولا لا عم نحكي عن المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والشهادات التعليمية المادي الاجتماعي الثقافي إيه بالمادي على جنب كان بالزمان يمكن ما كانوا ينظروا له أو يدققوا فيه كتير لأنه كانوا يقولوا يطلعوا على النسب على النسب يعني نحن عم نناسب عائلة الفلاني أو أهل العروس أو أهل العريس ما كانوا ينظروا ما كانوا يدققوا بهالموضوع إيه يعني. بس مثلا ما كانت مثلا خلينا نقول اللي مثلا الدكتورة تاخذ مثلا شخص مش متعلم ايام زمان نفس الشيء نفس هلا نفس هلا بحس لا هلا في اعتراض كمان انا هلا بحس لا والله الدنيا عم تمشي لا لا اسهل لا 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 هلا في اعتراض في انا اعتراض. بحس قبل كان الاعتراض أكثر. حتى لو كان عن حب لو كانت الفتاه راضيه يعني ولكن بيبقى في اعتراض من الاهل بس يا إلي ما بتتذكر قصص وافلام ومسلسلات ايام زمان معلش صح ولا لا يا جماعه الخير لا شو بدك بالافلام والمسلسلات يعني معلش يعني ما كثير كانت تعكس واقع المجتمع بهذاك الوقت مش دائما مش دائما لا دائما والله لا مش دائما دائما هلا طيب. في نقطه كمان ما ذكرناها تفضل من زمان يعني ما كانوا يعطوا الا لابن العم او لابن العم وما زالت او ابن الخالي انكر عرفت شو وما زالت انكر يعني نوعا ما خفت الامور قبل كان اجباري نحن ما في ما بنعطي للغريب الابن عمه بينزلها من على الفرس ما بنعطي للغريب لا هلا تغيرت الامور هلا بهي صحيح انه بعد في هلا في زميل لنا يعني هلا كمان عنده مشكله بدي احل له اياها يعني لانه ابوه معارض انه يزوجه لانسانه غريبه بده يعطيه بنت عمه بالقوه هو ما بده يتزوج يعني معلش ما في شيء اسمه بالقوه لانه انتم عم تظلموا اطفال بدهم يجوا عم تظلموا بنات العالم والناس ما في شيء اسمه بالقوه يعني هلا نحن صح يعني بهذا الوقت اللي نحن فيه ولكن ما بين الماضي والحاضر كتكلفة مادية أنا وصلت بأنه التكلفة المادية كانت قبل أوفر هلأ أغلى حسب المستوى ما فيك تقولي أوفر ما فيك تقولي أكتر كمان. متوسطياً كانت أوفر حسب البيئة يعني فعلياً أحلى شعور ممكن نفتقده من أيام زمان بوقتنا الحالي أنه فعلاً كنت تحس كل الحارة فرحانة لك وكل الناس بس بدهم يساعدوك ولو بكيلو سكر كيلو سكر ليكي بدي اعطيكي مقارنه بين ايام زمان وايام اليوم من زمان ما كان في بطاقات عرس بلا ما كان في لا من زمان ما كان في كانوا يعزموا يعني حتى هن الاقارب هن يعزموا له للعريس يعني تشوف كان عيب اذا وديت كرش العالم اللي بتعرفيها واللي ما بتعرفيها موجوده بالضبط حتى ايام زمان لما بلشت تطلع الكروت لما تروح تودي مثلا لناس كثير بتحبهم او بيعزوا عليك او قرايبينك تودي لهم كرت كان فعليا يعملوا لك مشكله ويحردوا انه انت عم تعزمنا بكرت انه نحن غرباء
بس بمجرد ما تبلغنا تعملنا تليفون نحن بنكون اول ناس عندك. هيدي كانت هيك يا سيدي البهجه. كان الله يطول بعمرك وتجوز اولاد واولادك يعني ينبسطوا عن جد. لا فعلا هلا بالوقت الحاضر يعني بيبعتوا لك كارت وبيحددوا لك. ما عاد بعتوا كارت انت الثاني. هلا بيبعتوا لك. ما عاد بعتوا لا واتساب هلا قلت القيمه كثير يا حبيبتي يا عيوني. حتى على الواتساب هلا بيبعتوا لك بيبعتوا لك كارت. الرقم المعزيم 2 وبيحددوا لك عدد الاشخاص. يعني هلا شوف لاقول لك ليش معهم حق. ما نحن هلا شو كنا عم نحكي؟ كنا عم نحكي نفس الكلمه انه الجماعه اللي متكلف بالقاعه المحسوب على الشخص. يعني انت بيحاسبوك على الشخص اليوم بالقاعه او بالفندق فطبيعي هو يحدد لك كم واحد بده يجي. يا عزيزتي هلا منيحه يعني هذه فكره انه للشخص الغريب يعني اذا عم تعزميه انت ولكن انت معقوله تحددي لخالتك تقولي لا انت تحددي لا 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 لعمك تقولي له بتجي انت لا طبعا في عالم هيك عم بيعملوا. انت ليه مستغربه بتحكي جد؟ ايه ايه انه بيبعثوا لك يعني انت اذا حتفترضي خالتك مزوجه مزوجه واولادها ايه بعزمك انا بعزم خالتك مثلا ما بعزم اولادها. هيك عم بيصير يعني هلا بالوقت الحاضر هيك. نعم لا نعم لا لا هيك ما بيصير مثلا يعني عم بقول لك يعني انه بيحددوا لك انه لعدد 2 ايه بس مو للقرايب هي يا هلا مسير